لكن اللي خطفت الأنظار من الكل كانت شيرين، وأطلت على جمهورها بالنيو يير بلوك جديد، فكان شعرها كثير قصير وكانت لابسة فستان يعني باللون الأسود والفضي من تصميم جسميكو. أول شيء إيش رأيك باللوك الجديد وإيش رأيك بالفستان؟ يعني بس شفت قصة شعرها أنا قلت يس كثير حلوة بيلبق لها وبيميزها عن كل السليبرتيز بالعالم العربي يلي منعرفهم. في أحلى منها أنه يكون عندها إطلالة مميزة، مش بس مميزة لأنه بدها تكون مميزة، مميزة ولي بإطلال كتير قليل يلي بيلبق لهم، بيخدي بعين الاعتبار الحنك، الرقبة، الطول، كل التفاصيل، فهي بيلبق لها الشعر الأصيل. يعني إن شاء الله تضل مضاينة على الشعر الأصيل صراحة، والشعر الأصيل بيخولك أنك تلبس ستايل مختلف عن الأساليب العادة يلي ممكن مثلاً شعر الطويل يوحي لإله. فأنا بقول ياي 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 للشعر الأصيل. هلا بننتقل للإطلالة. الفستان أنا كتير عجبني، كمان شوي ذكرني بأسلوب بالما، رائع جداً، very edgy، مع شورت تحته. بفتكر هيدي صارت موضة هلا انه نلبس الشورتات تحت الفساتين، انما بطريقة لائقة لبسته. ما عندي شيء تاني اقوله غير انه ايه الاطلالة كلها على بعضها ياي.